اسمي صابرين والشهرة فرنسا ام خالد. انا عملت بقالي 40 سنه في الشارع، معايا 6 بنات وثلاث صبيان، وابتدات عشان اشتغل واكل عيالي وعيال عيالي. معايا احفاد 16 حفيد، 17 سنه و16 سنه و15 سنه، واصغر عيل عنده 4 سنين. احفادي دول 16 حفيد وانا معايا 9، وشيت عليهم وكبرتهم والحمد لله. وعملت التيك توك ده عشان ربنا يرزقني والناس تبص لي واساعد عيالي بيهم. هو ده اللي انا عملته، كان نفسي اغنيه حياتي اسعد عيالي واسعد نفسي. وفتحت باترينه الشاي، وعشان برضه ايه حاجه جنب العيش، يعني بس الشاي والعيش. كنت عامله عربيه فول، بس الصنايعي مشي سافر يوم العيد وما جاش لحد دلوقتي. يعني انا شغاله شاي وعيش وعربيه فول. الصعوبات الدنيا وحشه، ووقفت في الشارع وعورت نفسي وعملت نفسي، وبقيت اتخانق مع ده واتخانق مع ده عشان اقف في الشارع. انا بقالي 40 سنه قابلني الوحش وقابلني البلطجي وقابلني الصايع وقابلني الحلو، وربنا نصفني وقعدت في الشارع بشهره ربنا الاول، وهي الشهره اللي انا عملتها فرنسا ابو خالد. اطلب حاجه لاولادي واكل منها عيش بالحلال، حاجه تاكلني، مش عاوزه الشارع. انا تعبت من الشارع، انا اتجهت للتيك توك عشان ربنا يقف معايا ويخلي الناس تقف معايا. يعني ربنا الاول وبعد كده الناس، هو اللي انا طالباه من ربنا، مش طالبه حاجه وحشه، طالبه الناس تقف معايا وتساعدني عشان عيالي واحفادي. من اول ما ابتدات التيك توك ده انا قلت الناس هتغلط فيا زي ما بيغلطوا في اي حد. الناس حبتني والناس بقت تشجعني، لما اجي في يوم ما افتحش لايف لا يفتحي ويتصلوا بيا، ولما باجي في يوم ما بعملش فيديو ولا حاجه يتصلوا يقول لي اعملي انت حاجاتك حلوه وكده. يعني انا قلت حاجه تساعد عيالي، هو اللي انا عامله. ما فيش حد قابلني وحش في التيك توك، الناس كلها بتحبني. بعمل فيديوهات على الشاي على العيش على القهوه على لعب على ميه، اخلي الناس ماشيه ورشها بالميه، اركب عجله. لموني وابتليت بالنوم وعيوني ما شفت النوم، لموني